Je vais te l'envoyer. صافي انا نصيفط لك التصويره ديالي. Je vais te l'envoyer. Je vais te l'envoyer. غادي نصيفطها لك في الايميل. سوف ارسلها لك. Je vais te l'envoyer. Je vais travailler. صافي انا غادي نخدم. يعني في Je vais travailler. يعني في الوقت او في العام او في الشهر او Je vais travailler. غادي نخدم. سوف اعمل. ساعمل. Je vais tarder un peu. يعني ها سمح لي غادي نتعطل شويه. ساتاخر قليلا. Je vais tarder un peu. غادي نتعطل شويه. عندي شي اغراض خصني نقضيهم. Je vais tarder un peu. Je vais tarder un peu. Je vais très bien. انا بخير وعلى خير. Je vais très bien. Je vais très bien. Je vais rentrer. يعني سوف ادخل. سوف ادخل. انا غادي ندخل. Je vais rectifier. Je vais rectifier. سوف اقوم بالتعديل. La rectification وهو التعديل. La rectification وهو التعديل. شي حاجه تتكون هذا وتتدير فيها التعديل. يعني التعديل شي حاجه بسيطه. يعني ماشي تصحيح. يعني التعديل. تنقولوا لا ريكتيفيكاسيون وهو التعديل. جو في ريفليشيغ. صافي انا غادي نفكر في هادشي اللي قلت لي. جو في ريفليشيغ. صافي انا نفكر في هاد البروجي هذا. نفكر فيه واعطيني شويه الوقت. انا غادي نفكر. جو في ريفليشيغ. جو في رومونتي لانفورماسيون. جو في رومونتي لانفورماسيون. سوف اشارك المعلومه. هادي تتكون مثلا في مجال العمل و تيقولوا لك خصك تريمونتي لانفورماسيون. يعني خصك تكتب لينا هاد لانفورماسيون. هاد المعلومه هادي تكتبها و تصيفطها للسوبيريور ديالك. جو في رومونتي لانفورماسيون. جو في ريغاردي سيت فيديو. جو في ريغاردي سيت فيديو. سوف اشاهد هذا الفيديو. جو في الي او تواليت. جو في الي او تواليت. يا سأذهب لدورة المياه. Je vais aller aux toilettes. أنا غادي نمشي للمرحاض. Je vais aller me coucher. يعني غادي نمشي ننعس. سوف أذهب لأنام. Je vais aller me coucher. Je vais au marché. Je vais au marché. سوف أذهب إلى السوق. Je vais au marché. Je vais attendre. أنا غادي نتسنى. سوف أنتظر. Je vais attendre. سوف أنتظر. Je vais assister. صافي انا غادي نحضر لهاد الاجتماع هذا. Je vais assister à cette réunion. سوف احضر للاجتماع. Je vais assister. Je vais faire de mon mieux. Je vais faire de mon mieux. انا غادي ندير جهدي. سوف سافعل كل ما في وسعي. Je vais faire de mon mieux. غادي ندير جهدي. Je vais essayer. غادي نحاول. شنو نقول لك؟ غادي نحاول. جو في اسيي. انا غادي نحاول نجيب كري. جو في اسيي. جو في بيان. انا بخير وعلى خير. جو في فواغ. شنو نقول لك؟ غادي نشوف. انا ما نقول لك لا يه لا لا. يعني سانظر في هذا الامر. جو في فواغ. ما نقدرش نقول لك واش نجي ولا ما نجيش، ولكن جو في فواغ. جو في فواغ. خلي انا نشوف. انا نشوف هادشي اللي نقول لك. انا نشوف. يا جو في فواغ. Je vais bien, merci. أنا بخير وعلى خير، شكرا. Je vais dormir. غادي نمشي ننعس. Je vais dormir. Je vais dormir. Je vais bosser. صافي أنا غادي نمشي نخدم. سأذهب للعمل. Je vais bosser. غادي نخدم. Je vais bouffer. غادي ناكل. Je vais bouffer. هادي في لارغو تيقولوها بحال هكا. Je vais bouffer. Je vais boire un verre de thé. Je vais boire un verre de thé. Ya sa'ashrabu ka'sa chayin. Dabal les français mi tiqoulou je vais boire un verre. Ya ghadi nmchi nchrab wahed kwiz dial chrab. Bach nfahmou hadi mes'ala hadi. Walakin ya qulna hnaya je vais boire. Walakin yahaddad. Yahaddad qal je vais boire un verre de limonade ou un verre de thé ou un verre de lait ou hadi. Yani hna haddad. Amma ya kan ta mftouha. Je vais boire un verre. تقصدوا بها الشراب باش نفهموا هذه المساله هذه. جو في بوجي يعني غادي نخرج غادي نتحرك. جو في بوجي. جو في بوجي. جو في مو ديبروي. جو في مو ديبروي. سوف ادبر الامر لوحدي. انا غادي نديباني راسي. جو في مو ديبروي. جو في مو ديبروي. غادي ندبر على راسي. جو في مو ريبوزي. جو في مو ريبوزي. سوف اذهب لارتاح.
Je vais me reposer. سأذهب لأرتاح. Je vais me marier. سوف أتزوج. Je vais me marier. Je vais me taire. صافي أنا نسكت. صافي. سأصمت. Je vais me taire. صافي أنا غادي نضرب الطم. Je vais me promener. Je vais me promener. أنا ذاهب لأتجول. Je vais me promener. Je vais me disparaître de ta vie. Je vais me disparaître de ta vie. سأختفي من حياتك. صافي أنا غادي نغبر من الحياة ديالك. أنا غادي نغبر من الحياة ديالك. Je vais me changer. Je vais me changer. أنا غادي نتغير. إلى أحسن بطبيعة الحال. Je vais me changer. Je vais me changer. Je vais habiter seul. Je vais habiter seul. سوف أسكن لوحدي. نقدر نقولو Je vais habiter avec mon ami. غادي نسكن مع صاحبي. Je vais habiter seul. سوف أسكن لوحدي. L'habitation وهو المسكن. La cohabitation وهو التعايش. هنا تنشوفو حتى بعض الاشتقاقات للكلمات باللغة الفرنسية. Je vais soutenir ma mémoire. Je vais soutenir ma mémoire. هادي تيقولها داك الطالب اللي تيكون قرب يتخرج وخصو يناقش داك الأطروحة ديالو ولا داك لا ميموار ديالو داك البحث ديالو. يقول Je vais soutenir. تتسمى la soutenance. هي مناقشة الأطروحة. La soutenance. Je vais soutenir ma mémoire. سوف أناقش أطروحتي. لا عندي خدمة عندي خدمة. Je vais sortir maintenant. Je vais sortir maintenant. سوف أخرج حالا. صافي أنا غادي نخرج دابا. أنا غادي نخرج دابا. Je vais بمعنى أنا غادي. Sortir نخرج. Maintenant دابا. Je vais sécher mes cheveux. Je vais sécher mes cheveux. هادي تتقولها البنت تتقول غادي ننشف شعري. سوف أقوم بتنشيف شعري. تتنشفوا بداك لو سيش شوفو سيشوار. Je vais sécher mes cheveux. سوف اقوم بتنشيف شعري. Je vais sortir ce soir. يعني هادو كلهم اجوبه وجمل يعني ديال يعني متداوله في الحياه اليوميه سواء في 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 المدرسه او في المنزل او في الشارع او في العمل. Je vais sortir ce soir. سوف اخرج الليله. نقدر نقول Je vais sortir ce jour. غادي نخرج في هذا النهار. Je vais super bien. هادي تجي كجواب جواب رد. تيقول لك شي واحد واش انت بخير كومون طاليفو تقول لي Je vais super bien. Je vais super bien. انا بخير وعلى خير. Je vais super bien. Je vais prendre vos remarques en considération. Je vais prendre vos remarques en considération. هي سأخذ ملاحظاتك بعين الاعتبار. يعني en considération نأخذها بعين الاعتبار. En considération. Je vais prendre vos remarques. غادي نأخذ هذه الملاحظات ديالك اللي لاحظتي نأخذهم بعين الاعتبار. مثلا غادي تقولها انت لو بروف ديالك تقول له مثلا متى يلاحظ بانك راه درتي هذا الخطا في كذا ودرتي هذا الخطا في هذه تقول له يعني باش لتتمين هذا المجهود اللي بدل معك الاستاذ تقول له اي انا غادي ناخذ الملاحظات ديالك بعين الاعتبار. Je vais postuler. Je vais postuler. سوف اتقدم بطلب العمل. Je vais postuler. هادي تيقول لك صاحبك مثلا راه ديك الشركه باغيه الناس اللي يخدموا معاها تقول له Je vais postuler. غادي نتقدم بواحد طلب العمل وغادي نديبوزي. Je vais postuler.